بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبي الهادي الأمير محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أصدقائي المحترمين، قررت على اليوتيوب نستكمل مع حضراتكم سلسلة الشروحات المتميزة في التعرف على لغة الـ HTML. اليوم هو الدرس الثاني، هذا الدرس عنوانه الألوان الكلر. كلنا عارفين مدى أهمية الألوان والرسومات والخطوط الجميلة والتنسيقات في صفحة الإنترنت، لأنها تستخدم كوسيلة للجذب لزيارة هذا الموقع والتعرف عليه. ولذلك وجب علينا أن احنا نهتم باختيار الألوان المناسبة المعبرة عن محتوى هذه الصفحة أو هذا الموقع، بالإضافة إلى الرسومات والخطوط المتناسقة والمتناسبة معها. دائما وأبدا بنسعد بزيارتكم وتعليقاتكم على قناتنا وقناتكم على اليوتيوب، قناة ترى النجارة التعليمية على اليوتيوب www.youtube.com مستر ترى النجارة، أو من دوائر قناة ترى النجارة التعليمية مستر ترى النجارة www.youtube.com، أو من تداول كنوز التارة www.forums.youtube.com/forum.bgv. تعالوا بينا نتكلم مع بعض على هذا الدرس المتميز، درس الألوان. الأول المقدمة بتاعتنا بنقول إن الألوان بتلعب خلفية الألوان بتلعب خلفية متميزة بالنسبة لصفحات الإنترنت وألوان النصوص المكتوبة، دور هام في جذب ونجاح الموقع. لإضافة ألوان الخلفية أو النص هنلجأ إلى استخدام خصائص أتريبيوت مع الكود بود من أجل التحكم في الشكل العام لهذه الصفحة. بنطلق قيمة خاصية اللي هي الأتريبيوت، الأتريبيوت على التعبير التي تضاف إلى الأكواد من أجل تحديد الكيفية أو الشكل الذي تعمل به. بعبارة أخرى بنقول إن الكود بيقوم بإخبار المتصفح عن العمل الذي يجب القيام به، أما الخاصية تحدد الكيفية أو الآلية التي يتم بها أداء هذا العمل. لاحظنا في الدرس اللي فات، الدرس السابق اللي هو الدرس الأول، إن صفحة التمنشأة كانت صفحة بسيطة جدا بخلفية رمادية وخط صغير أسود نسبيا، ودي الاعدادات الافتراضية اللي بيعتمد عليها المتصفح عندما نقوم بتحديدها. طيب هننتقل دلوقتي إلى أشهر الأكواد المستخدمة نركز فيها. دي احنا خلاص اتفقنا أن هناك كود اللي هو البودي، داخل هذا الكود، داخل المتغيرات بتاعت هذا الكود هي الخصائص. الخاصية الأولانية هي البيجي كلر، البيجي كلر ده الشكل بتاعها، بودي بيجي كلر مسافة القيمة الأولية اللونية في طريقتين، يا إما بالنظام السادس عشر يا إما بقيمة اللون مباشرة. النظام السادس عشر هنشرحه بعد دقايق. لما استخدم النظام السادس عشر بستخدم ادي الدبل كوتيشن وبعدين الهاش، الهاش ديت اللي هي الشيفت دي 3، ثم القيمه اللونيه عباره عن ست خانات عباره عن حروف وارقام هنتعرض ليها، ثم الدبل كوتيشن ونقفلها. البيجي كلر تستخدم في تحديد لون خلفيه الصفحه، بينما الباك جراوند تستخدم في ادراج صوره كخلفيه للصفحه. هذه الصوره بيتم تكرارها في صوره تجانب حتى يتم املاء هذه الصفحه. الكود بتاعها بودي باك جراوند بيساوي اسم الصفحه والامتداد اذا كان في مجلد واحد، اما اذا كان في مجلد اخر فاسم الصفحه والامتداد المسار الخاص هي. لذلك ننصح كل مصممي المواقع انه لما يقوم بانشاء موقع ان يتم وضع كل المحتويات داخل مجلد واحد بحيث تسهل عمليه المناداه بالنسبه له. بعد ذلك عندنا خاصيه تكست، ودي تستخدم في تحديد لون النص الاساسي للصفحه. يبقى ليه؟ لان البودي خاصه به اللي هي محتويات الصفحه او جسم الصفحه، فاذا لما في خاصيه موجوده معاها فهي بتتعامل مع الصفحه ككل، يبقى بودي تكست مسافه قيمه اللون. وعندي ثلاث خصائص اخرى خاصه بالوصلات التشعبيه اللي هي الهايبر لينك. كلنا عارفين الوصلات التشعبيه حتى بنمارسها من خلال النت، لما بتضغط بيكون لنا مثلا باللون الازرق تضغط تنقلك الى صفحه ثانيه او تنقلك الى جزء ثاني داخل نفس الصفحه. لو انت عايز تتحكم في هذا اللون يبقى عندك لينك بودي مسافه اللينك بيساوي القيمه اللونيه، دي تحديد لون الوصلات الشعبيه. اما لو استخدمت الفي لينك فديت على اساس الصفحه اللي انت عملتها فيزيتد زياره فتظهر بلون اخر، يبقى بودي في لينك مسافه القيمه اللونيه. طيب بالنسبه للنشطه اللي انت اتعاملت معاها دلوقتي وما زالت مفتوحه يبقى الاكتف لينك اللي هي الاي لينك دي وادي البودي لينك يساوي قيمه اللون، ودي بتستخدم في تحديد لون الوصله الشعبيه الفعاله التي تم النطق عليها. هننتقل الى جزئيه التعامل باحترافيه مع الالوان. تعالوا بينا ننظر الى هذا الكود. يبقى علامه الجرمين وبعدين بودي مسافه بيجي كلر بيساوي دبل كوتيشن الهاش 3F ثم نقفل ثم الدبل كوتيشن ونقفل. طيب ده بالنسبه للبودي، ثم بعد ذلك بتكتب محتويات النص من نص من جداول من رسومات من صور ما بين البودي اللي هي كود البدايه والبودي اللي هي كود النهايه. خد بالك انه هيتاثر بالايه باللون. ال 6F ديت
تعني ان هذا اللون هو اللون الابيض، اللون الابيض. طيب وناخد بالنا من الكتابه بتاعتها كده، يبقى دبل كوتيشن هاش 6000، وكل واحده من دولت لها معنى ولها مفهوم هنتعرض ليه بعد ثواني. طيب لو غيرناها وخليناها 6-0 تعني اللون الاسود. طب ليه 6 بالذات؟ ده اللي بجاوب عليه هنا بقى. بنقول ان النظام السادس عشر مكون من 6 خلايا زي ما احنا شايفين. ينظر الى اي لون، ينظر الى اي لون عباره عن من 000 الى 256، يبقى كل درجه لونيه بتاخد 256 درجه لونيه. النظام السادس عشر سمي بالنظام السادس عشر لانه بيتكون من 16 رقم وحرف، 10 ارقام هي 0 1 2 3 4 5 الى 9 دول 10 مش 9 لانك انت عديت الصفر، ثم 6 حروف عدديه A B C D E F يبقى عندك 16، بنعمل تبادل وتوافيق ما بينهم اهو. يبقى اول خانتين بيشير الى اللون الاحمر اللي هو الريد ريد، ثم ثاني خانتين من قدامك من الصفر لحد الاف يشيروا الى اللون الاخضر واللون جرين جرين، ثم الخانتين الاخريتين اللي هو بلو بي بي. يبقى هو ده النظام السادس عشر اللي بيعتمد على 16 حرف ورقم، 10 ارقام من 0 ل 9 و6 حروف من الايه الى الاف. طيب اي لون هو مزيج ما بينهم؟ ممكن تقول لي اف 5 اف 3 سي اكس، اقول لك سي اكس غلط. ليه؟ لان اكس مش موجوده في النظام السادس عشان ركز معايا كويس في الجزئيه دي. طيب دبل تحليل الدرجه الاولانيه يا شباب عباره عن حاصل ضرب 256 في 256 في 256، يعني حوالي 16 مليون درجه الاولانيه 777216. طيب نشوف هنا الجدول المكافئ، ادي الجدول المكافئ. اللون الاصفر، اللون الاصفر عباره عن ايه؟ الناس بقى اللي مارسه الفهم، عباره عن اللون اللي هو اللون الاحمر، عباره عن اللون الاحمر مع اللون الاخضر، ولذلك هي اف اف يعني الدرجه النهائيه من درجه اللون الاحمر، واف اف الثانيه ديت الدرجه النهائيه من درجه اللون الاخضر، وبعدين صفرين ديت يعني اللون الازرق صفر تدينا هذه الالوان. اذا ممكن احفظها، احفظ هذه الاكواد المكافئه ممكن عن طريق التجربه اثناء الانشاء تقدر توصل لاهم درجه، وفي برامج اخرى بتساعدك في الالوان. طب في نظام اللي هو كتابه اسم اللون مباشره، بس لازم تكون عارف اسم اللون باللغه الانجليزيه، شكل الكود كده. يبدا ادي علامه المتباينه اللي هي باللغه الانجليزيه ازهر من بودي، المسافه بيجي كرب بيساوي جرين، واقفلها كده. ادي الالوان لازم تحفظها، الوايت يبدا السته اصفار 0000 الستة اسف اف 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 اف، يبقى ده الكمان بتاعهم، يبقى الستة 6 اف يديك اللون اللون الاسود اللي هو عباره عن ست اصفار، اللون الاسود ست اصفار. ثم لو انت محتار اكتب اسم اللون وايت ريد مارون نافي تيل لايف يالو، تكتب زي ما انت عايز الالوان بهذه الطريقه. بنقول الملاحظه ان اي صوره هتقوم بادراجها بالباك جراوند هيتم تكرارها في صوره تجانبيه. تعالوا هنا ننتقل الى الجزء العملي. بقوم بفتح الملف اللي انا سبق انشاته، كان اسمه الدرس الاول، هسميه الدرس الثاني على هذا النحو. ثم بعد ذلك تعالوا بينا نتحكم في الخصائص زي ما احنا شايفين. هنبدا نتحكم في الخصائص في البودي، ادي البودي المسافه. يبقى هو الدرس السابق هنكرر عليه جميع الدروس التاليه، هقول له ادي البي جي كلر، بي جي كلر بيساوي، ثم دبل كوتيشن والهاش اللي هي شيفت والثلاثه ونخليها 0000 0000، ثم اقفلها بالطريقه دي ونحفظ ونحفظ، ثم نذهب للمجلد اللي احنا انشانا عليه. ادي الملف واضغط كليك يمين عليه، ثم اختار اوبن ويز، وليكن هفتحه من خلال الفاير فوكس بالطريقه دي كده. الفاير فوكس ما فيهوش مشاكل كثيره زي الانترنت اكسبلورر، وانتظر الى ان يتم تحميل الصفحه التي تم انشائها. زي ما احنا شايفين اصبحت باللون الاسود بالطريقه دي. طب اعمل ايه يا شباب؟ العمليه بسيطه، اعمل ايه؟ اسحب تاني الملف الخاص بيا اغيرها بدل ما هي بالطريقه دي كده اخليها 6 اف مثلا، اف 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 اف، وانا عارف ان 6 اف دي تعني اللون الابيض، اروح من فايل اقول له سيف، ثم اذهب واعمل عمليه ريفريش بالنسبه للصفحه. نلاحظ كده اتغيرت الخلفيه. طب البعض يقول لي طب انا هعمل تشكيله من الالوان، اقول لك ايه اعمل تشكيل؟ هيقول لي والله خليها اف اف كده اهوت، واخر اثنين اف ده اهوت خليها صفرين. ليه؟ على اساس اعرف ده اللون الاصفر ولا لا. اقول له ماشي برافو، من فايل اعمل سيف، ثم بعد ذلك اعمل ريفريش
ونشوف مع بعض الخلفية اتغيرت إلى اللون وهكذا. أو عند عملية التدريب بأكثر من طريقة إلى أن أصل واحد تاني يقول لك طب والله مش عايزة كده، ما أنا عايز أخليها أرقام، أو اللي عايز أرقام إيه يقول لك 8 7 9 0 3 3 3 4 وضع أرقام 0 5 زي ما اتفقنا، ومن فعل أقول له 0 ثم بعد ذلك أذهب إلى المتصفح وأعمل ريفريش ونشوف الدرجة اللبنية اللي ظهرت قدامنا. البعض الآخر يقول لك لا أنا هخليها البيجي كولر هكتب اسمه مباشرة، يبقى هو بقى هاتف يكتب بلو مثلا، بس تكون عارف باللغة الإنجليزية صح، يبقى البيجي كولر ساوي بلو وأحفظ وأحفظ ثم بعد ذلك أعمل ريفريش بالنسبة للمستند. هلاحظ بالفعل ان اتغيرت الخلفيه الى اللون الايه اللون الازرق، دي الجزئيه الاولانيه. طب عايزين نستخدم خاصيه ثانيه، ايه هي الخاصيه الثانيه؟ عايزين نستخدم الباك جراوند. انا متدرب كويس وفاهم المجلد اللي عندي هو اللي انشات فيه الملف اللي اسمه تكنوز، جبت مجموعه من الصور عملت كوبي وبيست، عايزه نستدعي هذه الصوره اللي هي دي دي. اول حاجه اعرف الاكستنشن بتاعها، اضغط كليك يمين الامتداد واجيب البروبابيلتيز، ثم بعد ذلك هلاقي الامتداد جي بي جي، يبقى انا هتعامل مع امتداد يا شباب ايه جي بي جي، وفي نفس المجلد بتاعي يبقى هي اسمها بي بي دوت جي بي جي. جميل جدا. اذهب بعد ذلك الى اهو بلاش ديت خالص، وهنكتب ادي الباك جراوند، ادي الباك جراوند، باك جراوند هيساوي اللي هي الصوره، وافتح قوس اسف اعمل دبل كوتيشن واكتب البي بي دوت جي بي جي، ادي الجي بي جي، واقفلها كده ثم اقفل العلامه تمام، واتاكد في المجلد اللي انا انشات فيه الملف يبقى الملف بالصوره كلها في المجلد على الاسم هو بي بي تمام كده. طالما انا اتاكدت بهذه الطريقه وناخد بالنا ان مفيش مسار هنا، ليه؟ لانك انت الصوره موجوده في نفس المجرد الرئيسي الخاص بيه، لو كان في مسار كنا نسيبه وكتبنا باكسلاج وحددنا المسار. بعد ما حددنا هنذهب الى قائمه فايل، اعمل سيف، ثم اذهب الى المتصفح الخاص بيا، احدده واضغط في 7 واضغط انتر ونشوف ايه اللي حصل. كده غيرنا الخلفيه بصوره الايه؟ الصوره على هذا النحو، وحصل تجانب بالنسبه لي الصورة. برافو، دي النقطة الأولانية. طب النقطة الثانية عايزين نضيف دلوقتي النص الموجود ده هو عايزين نضيف له لون، يبقى النص خدنا خاصية اسمها تكست شرحناها في النظري، يساوي تكتب اللون مباشرة خليه يساوي مثلا اللون الأحمر مباشرة كده، يبقى نكتبه تكست بيساوي اللون الأحمر، ومن فايل أعمل سيف ثم نعمل ريفرش بالنسبة للصفحة بتاعتنا ونشوف كده ايه اللي حصل. بالفعل اتغير اللون الى اللون الاحمر. طب عايز اغير اللون الازرق، اسيب المستند مفتوح واغير الى اللون الازرق، احدده احدده اهو واخليه بلو، اكتب بلو، اكتب استخدم النظام السادس عشر واكون عارف الاكواد، ثم احفظ، لازم احفظ يا شباب. بعد ذلك اعمل ريفرش للمتصفح، هتلاحظ انه اتغير الى اللون الاحمر بهذه الطريقه. طيب لو كان في ارتباط تشعبي، لو كان في ارتباط تشعبي كنا استخدمنا هذه الخصائص، لكننا هنفرض اليها ان شاء الله محاضره كامله عنها بمشيئه الله عز وجل. اذا اخلص من ذلك ان في محاضره هتكون متخصصه عن الوصلات التشعبيه وعن التحكم فيها والالوان هنتعرض لها بالتفصيل. سعدت بكم انا طارق النجار من قناه طارق النجار التعليميه، واكون يا رب اكون وفقت في شرح الجزئيه الخاصه بالالوان بالنسبه لصفحات الانترنت. دائما وابدا تابعونا على صفحتنا وعلى موقعنا وموقعكم على الانترنت على اليوتيوب www.youtube.com/mr.tarik-nagar، او بدورنا قناه طارق النجار التعليميه مستر طارق النجار 1.blogspot.com، او منتديات كنوز الطارق www.forums.kunuz.com/forum.php. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.